اصدرها عام 2014 الشهر الثاني. يلا حصلت الكهرباء بال 2014 وقتها 2017. نعم. كانوا يردونها خطخطه، الماء يردونها بخطخطه. استاذ عمر الماء يردونها بخطخطه. طيب. مو الكهرباء خطخطه، الماء يردونها بخطخطه. كاظم. نعم. يعني اليوم المواطن ما بين ازمتين، يعني شح المياه، ايضا هناك مطالبات والحديث عن شح المياه في محافظه الديوانيه، وايضا ازمه كهرباء. انت كمواطن يعني شلون بدك تواجه هاي الازمه اليوم في ظل ارتفاع درجات الحراره؟ لا انا قلت لك استاذنا العزيز، انا قلت لك يردون كل شيء ماكو، لا زراعه ولا مياه ولا غسيل ولا كهرباء، ما يردونها كل السيارات، كله صار السيارات بعد، لا ما ولا كل شيء ماكو. طيب كم؟ يردونها كلها استيراد استاذ. واحنا تقريبا عندنا مناشده استاذ عمر. نعم. عندنا مناشده اولا لقناه الفلوجه وللاستاذ انور الحمداني والشيخ الخنجر. طيب. ومناشده كاظم كاظم احنا قناه الشرقيه كاظم. وعندنا ايضا مناشده كاظم الدكتور عون حسين الخجلوك. كاظم تسمعني؟ بس تقوم مركز. اي والله مركز. تسمعني كاظم؟ كاظم الديوانيه شكرا. لاتصالك شكرا لاتصالك كاظم من الديوانية. أيضا مشاهدينا نذكر بعنوان الحلقة شح المياه وانقطاع الكهرباء، أزمة أن تتوحدان داخل البيت العراقي. علي يقول يعني شح الكهرباء كل وزارة ترمي مشاكلها على وزارة أخرى، جميع الوزارات هي مقصرة تجاه المواطن سوى وزارة الكهرباء أو الوزارات الأخرى. أمانة أنا من العاصمة بغداد، الماء يجينا عندنا بصورة متقطعة يوم إي ويوم لا، أنت وحظك. والسبب مو هاي المرة الأولى ولا السنة الأولى اللي نعاني منها بأزمة الكهرباء، فلا يحجون بأنه أو عفوا أزمة المياه، فلا يحجون يقولون بأن صوج وزارة الكهرباء، لأن هم لا يقدموا أي مشاريع حتى هاي اللحظة من أجل إيصال الماء الصالح للشرب بصورة مستمرة للمواطن. كفاكم عبثا وضحك على المواطن البسيط. خالد يقول الحل لإيجاد هذه المشكلة هو اختيار أشخاص أكفاء في المناصب. ماذا قدمت الوزارات على مر السنوات وهذه الأحزاب المتواجدة؟ في كل عام تظهر لنا أزمة جديدة ومشكلة جديدة، يوم مي يوم كهرباء يوم خصخصة بطاقة تموينية ماكو، وبين هاي وهاي المواطن العراقي ضائع بين هاي المشاكل. حاولون بقدر الإمكان بأن يضيعون المواطن العراقي ويخلوه تايه وما يفكر بأي شيء حتى يستمرون هم بمناصبهم. ايضا في احدى الرسائل يقول نطالب من وزارة الكهرباء بإيجاد حل. حسين من محافظة ديقار يقول الكهرباء عندنا جدا متردية تحت الصفر، ومشاكل ما بين المحافظة ما بين وزارة الكهرباء، احنا ما لنا علاقة بها. محافظة ديقار أقل محافظة يتم تجهيزها بالطاقة الكهربائية في سبيل الضغط علينا حتى نتوجه المشروع الخصخصة، واحنا كمواطنين بسطاء يا دوب نقدر نلملم قوتنا اليومي، ما عندنا مبالغ مالية حتى ندفعها على الجباية. وبالتالي من واجب الحكومة من حقنا كمواطنين بأنه ننعم بحياة كريمة وبطاقة كهربائية وبماء صالح للشرب. إذا كانت أيضا عبد الله يقول إذا كانت الحكومة ما تقدر توفر مي وما تقدر توفر كهرباء، فمن المعيب أن نسميها حكومة لكونها غير قادرة على تلبية أبسط المطالب للمواطن. ناخذ اتصال اخر. احمد من الحويجه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك اخويا؟ حياك الله احمد. اخي احنا كركوك نازعين، يعني الكهرباء عندنا مناطق كلش راقيه كهرباء ومناطق صدنا تعبانه. طيب. المناطق العربيه يعني تعبانه فدنا، بالمناطق الكرديه وغير كرديه
كل شراسي. يعني يتم تزويد الكهرباء في محافظة كركوك على أساس القومية والمدينة؟ نعم يعني كهربائنا حزيران واحد حزيران العروبة يعني الأحياء هاي العربية كلش تعبانة، أما يعني غير أحياء يعني خلينا نقول نحكيها بكل صراحة نعم كهربائها يعني كلش راقية. هاي واحد. اثنين هوياتنا صارت يعني بالتجديد هي كانت تطلع الهوية بنص ساعة ساعة يعني تأخر حيل حيل، هسه تدخل المحافظ بيها وعلى وسائل ما يريد يعني وقع على الهوية صار شهرين وبعد ما طلعت هوية أحوال مدنية. هوية أحوال مدنية من الحويجة أحمد. نعم. طيب أحمد، تذكرت قبل قليل بأن المناطق العربية في محافظة كركوك تختلف بالتجهيز عن المناطق الأخرى. نعم نعم صحيح. طيب إيش قد باليوم تجهزون بالكهرباء؟ والله مو ثابت اخوي، والله مو ثابت يعني الكهرباء ما اسمه فنوب يعني مو ثابت، يجي بشكل متقطع كوبين متفقين ويا بالمولد يدز الكهرباء بوقت الظهريه الجوال يعني نعم يعني هيك ملاعب جاي يسوي من هاي واحد. مين عندنا بس يعني احنا والدي يعني ضابط صار له تقريبا 8 اشهر. طيب هاي من الشهر التاسع بعد ما مستلم راتب واحنا ساكنين ايجار والله هي تاركين مدارسنا ولا دا نشتغل كان الايجار والمعيشه ندبر. نعم. ورحم الله واتمنى من احمد الملا طلالي يسلطنا على يعني على الموضوع مالت العسكريين اللي ما مستلمين رواتب لان هو يعني طيب يعني هم مستمرين بالعمل؟ احمد؟ نعم نعم. اي نعم هسه هم دزوهم للبيت قالوا لهم يعني احنا والدي والله قال لهم انا اقعد بالبيت لان روح البغداد وجاية يعني تلف هواي علينا واصل لا راتب لا شيء. نعم. احمد الملا شكرا. يعني قاعدين بيجا. نعم ان شاء الله ان شاء الله توصل رسالتك. بس نتمنى من احمد الملا طلالي احمد من الحويجه يعني وشكرا لاتصالك. ايضا بالحديث احد المواطنين يتحدث عن محافظه ذي قار والتي شهدت ايضا يوم امس تظاهرات في تحديدا في سوق شيوخ مطالبين بتحسين وضع الطاقه الكهربائيه وتحذيرات مجلس محافظه ذي قار من انفلات الوضع في المحافظه وخروجه عن السيطره جراء تراجع تجهيز الكهرباء في المحافظه بسبب عدم رفع حصه ذي قار من الطاقه ويمهلون وزاره الكهرباء اسبوعا واحدا لزيادة حصة المحافظة. نأخذ اتصال آخر. محمد من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام أخ محمد. تحياتي لك أخوي الكريم. تحياتنا لك محمد. حقيقة أخ يعني ولو يعني موضوع خارج المألوف أو خارج يعني خارج السياقات اللي هسه تفضل بيها. تفضل. لكن أكو مظلومية في كربلاء. نعم. وما حد يتجرأ يحكي بيها. سؤال من برنامجكم الكريم من قناتكم الكريمة ومن الأخ والأب سعد البزاز بأن ينشرها إعلاميا. تفضل محمد. احنا حقيقة في كربلاء منتسبي العتبات المقدسة. طيب صار لنا 13 سنة حقيقة أي حقوق ما عندنا يعني صار لنا 13 سنة احنا منتسبي العتبات المقدسة ما عندنا حقوق. طيب هاي لأي جهة تابعة محمد؟ نعم. لأي جهة؟ نعم. العتبات المقدسة، العتبة الحسينية والعتبة العباسية. طيب يعني لديكم باجات ما شنو العنوان الوظيفي؟ عندنا باجات لكن أي حقوق تقاعدية ما عندنا، أي حقوق حالنا حال المنتسبين اللي بالحكومة ما عندنا، الوقف الشيعي طالب العتبات بأن ننضم لهم على مود نصير جهه حكوميه ما يقبلون. طيب وصار لنا 13 سنه فاقدين حقوقنا حتى العطلات الرسميه حتى الرواتب يعني باي حاله يطردك برا. نعم. طيب محمد. نعم. يعني انتم ما تابعين الى وزاره معينه حتى هاي اللحظه؟ ابد ما تابعين لاي وزاره، والوقف الشيعي صار له تقريبا 4 سنين يقول لهم ضيفوهم علينا فما يقبلون. لان حقيقه هناك بالعتبات عوائل اللي هي كامشه. طيب يعني تقومون بحمايه العتبات ام بتنظيم تنضم الى نعم تنضم الى الدوله.
طيب شنو عملتم بالضبط انتم كمنتسبين حتى محمد؟ حقوقنا المسلوبه ترجع لنا. نعم محمد، انتم كمنتسبين شنو عملكم تحديدا؟ نعم. طبعا هناك اقسام، قسم حفظ النظام، قسم يعني اقسام متعدده. طيب يعني هاي موجوده يعني في كربلاء والنجف والمحافظات التي يتواجد بها عتبات مقدسه ام فقط في محافظه كربلاء؟ لا لا فقط في محافظة كربلاء، ولا الباقيين ماخذين حقوقهم، لكن احنا محافظة كربلاء طيب يعني ما مسموح لنا بان ننضم للحكومة، وذلك بضغط من القائمين على العتبات. طيب يعني انتم ممنوعين من الانضمام او تكون موظفين تابعين للوقف الشيعي؟ لا ما تابعين للوقف الشيعي. طيب مطلبك يعني بانه تتوظف او مطلبنا لا احنا مطلبنا نطالب يعني سياده رئيس الوزراء والقائمين على الاوقاف بان ننضم الى الوقف الشيعي حتى حقوقنا الشيعي. طيب نعم حتى حقوقنا يعني ناخذها. طيب يعني تقاعد ما عندنا هسه. طيب راتب شهري حصلنا تقاعد. نعم راتب شهري، راتب شهري، رواتب شهريه يعني قليله 450، والا الاوقاف تاخذ 600 فوق. نعم احنا حقيقه مظلومين، ونطالب من قناتكم الكريمه ومن الاخ سعد البزاز لان يطلع صوته، لان هذا الموضوع ما حد يهمس به ولو ببنت شفه. طيب ايش قد عددكم؟ ايش قد عددكم محمد؟ عددنا فوق ال 6000. 6000 او فوق 8000. نعم ايش قد خدمتكم؟ 13 سنة؟ عطل رسمية ما عندنا، عطل رسمية. عطل رسمية ما عندكم، رواتب قليلة وماكو أي مخصصات أو نعم أي شيء. عطل رسمية ما عندنا، واللي قائمين على العتبات هي عبارة عن عوائل. طيب. اللي كام شيها. طيب. مو دولة. مو دولة؟ عوائل. طيب أنتم راضين عن أدائهم؟ راضين عن أدائهم محمد؟ لا حقيقة ما حد راضي عن أدائهم. نعم. محمد. أنا أول واحد أعتقد، أول واحد أعتقد نعم. رفع صوته. نعم. اول واحد من كربلاء يقول لكم هي. نعم محمد من كربلاء، نتمنى بان توصل رسالتك ومناشدتك، وشكرا لاتصالك. عمر من كربلاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك اخوي عمر؟ شلون صحتك؟ رمضان كريم عليك وعلى الجميع ان شاء الله، على كل العراقيين. حياك الله. اقول اخويا اني بالشعبانيه قبل 5 سنين انضربت. طيب بايدي خوش حكي، وعندي عمليه برا، عمليات برا، اناشد الحكومه، اروح للحكومه للمحافظه كل شيء ما تسوي لي. طيب واني داعش، قلت له ابوي وامي ومرتي صار لها سنه زعلانه. انت من اي محافظه عمر تحديدا؟ انا من كربلاء. من كربلاء حتى قاعد بالاحياء، والله العظيم محق الحسين الشهيد. نعم. والله العظيم وأنا معوق، لا حكومة وقفت لي، لا أحزاب وقفت لي، لا ماشين، يعني كيف أنا عمر؟ يعني ليش؟ يعني ليش؟ طيب. أنا ناشد سعد البزاز، يعني أنا عمر سعد طيب. إبراهيم، أنا شاب عراقي. نعم. ابن العراق، ابن الناس الطيبة. نعم. يعني أنا أناشد أخويا سعد البزاز، الأب الحنون، أبو الطيبين، أبو الناس الخيرة، يجي يشوف حالتي، أنا قاعد هنا بالحياة والله العظيم. نعم. محق الحسين، عمتي منطتني هيك غرفة صغيرة وقاعد بشينكو، يعني لا حكومة وقفت لي للعلاج، أنا إيدي ورجلي ضعف أعصاب وخلع عندي، لا حكومة وقفت لي، لا دولة وقفت لي، وين أروح؟ لا حوزة وقفت لي، لا ناس وقفت لي، يعني شوف أنا اسمي عمر، أنا عمر سعد إبراهيم ابن العراق، أناشد أخويا سعد البزاز، أبويا سعد البزاز، الناس الطيبة، الناس الخيرة، سعد البزاز أبو الطيبين، يعني وين أروح أنا؟ وين أطوج؟ إن شاء الله توصل رسالتك عمر من كربلاء إلى الخيرين في محافظة كربلاء، إن شاء الله توصل مناشدتك ورسالتك، ونتمنى نتمنى لك أيضا الشفاء العاجل. أنت مواطن عراقي بعيدا عن الأزمة والمكونات والمذاهب، ولك حق في هذا البلد. شكرا لاتصالك عمر. أيضا مشاهدينا نذكر بعنوان الحلقة حول شح المياه التي يعاني منها المواطن سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى على مر
الأشهر أو الأيام الماضية، بالإضافة إلى تفاقم وضع الطاقة الكهربائية في محافظات الجنوبية، أزمتان تتوحدان داخل البيت العراقي، فهل من حل ينقذ المواطن العراقي من هذه المعاناة والتي تزداد سوءا وتتفاقم يوما بعد آخر في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟ الكثير من التصريحات التي تتحدث حول استجواب الوزارات الخدمية المعنية بعدما انتفض المواطن وتظاهرات في المحافظة الجنوبية وشكاوى أيضا من العاصمة بغداد، كلاهما يتحدث عن الكهرباء وعن أزمة الماء واستخدام طرق بديلة من أجل الحصول على المياه، وتصريحات حول استجواب وزارة الكهرباء وأمينة بغداد وما إلى ذلك من أجل البحث أو الوقوف على هذه المشاكل. أيضا مشاهدينا نذكر بعنوان الحلقة لهذا اليوم، وبإمكانكم أيضا إرسال الرسائل والتعليقات والمقترحات ومقاطع الفيديو وأيضا الصور عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك التي يظهر رابط الصفحة أسفل الشاشة. أغلبية صامتة، وبإمكانكم أيضا المشاركة بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل أيضا الشاشة. من الموصل أبو عمر. هاي ألو. نعم أبو عمر من الموصل، شلونك أخوي؟ حياك الله أبو عمر. يا أبو إحنا ما عندنا مي، إحنا من وقت السقوط لحد الآن، قبل السقوط نعم كان المي مالنا يطلع على الطابق الثاني. طيب. وبعدين ورق 4-5 سنين نزل المي الطابق الاول وبسره. وبعدين واخر شيء ما طول الحكي عليه، قبل داعش ب5-6 اشهر وقت اللي جيفي بس قام يجينا هواء بالمربحيه الشتاء يعني. طيب. هو وكيل مجرد بس هواء جاي. ها؟ نعم ابو عمر. بس خلي اخدمك. تفضل. يعني بس نسمع هواء بالبوري. يعني انا اجي اقول لك فتشي. يعني انا مقاول سند هسه عمري 65 سنه. نعم. بمطار قاعده صدام قياره. طيب. ثلاثه هنود تركتر حفاره وقلاب كلهم عتقهم. والله العظيم جهزوا المطار خلال 6 اشهر كل المطار بالمي. تركتر حتيق وشفر العفو وحفاره. نعم. وقلاب. طيب. يعني هذا هل قد يصعب مي احنا بنص نهر دجله بنص الموصل؟ يعني بعد 2-3 سنين بالقطاره راح ناخذ مي. طيب ابو عمر انت حاليا داخل الموصل؟ لا والله حاليا انا بدهوك نازح. بدهوك نازح؟ اي والله. طيب. يعني حتى المنازل القريبه من نهر دجله هي غير قادره على الحصول على مياه صالحه للشرب؟ لا مو قريب دجله، يعني دور مزار يعني اكو قسم كانت بالدواسه قبل داعش بسنتين ما كان في مي. طيب مي. طيب شلون المواطن يحصل على الماء اذا ذكرت بانه البواري ما بيها بس هواء؟ والله العظيم اشتري تانكر ب25,000. طيب. اي والله وكم قريه وقجلي قريب يعني على احد الاحياء وقوم دواسه ما كان اكو. نعم يعني بلاد ما بين النهرين ونعاني من شح المياه. نعم نعم وبعدين ورا داعش شلون راح نحصل مي؟ نعم بس حكي حكي يعني والله العظيم تركتر حتيق وقلاب وهنو جابوا مي خلال كم يوم. نعم يعني المشكله مو مشكله يعني شمول المحطات بالقطوعات. لا المشكله اكبر من قطوعات هسه عملنا بالقدر قطوعات. نعم. ما مشكله. نعم ابو عمر. لا 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 ما مشكله. طيب ابو عمر شنو اللي يمنعك من العوده للموصل حاليا؟ والله شنو حار لا ما يكو هسه كارب جابو وماي ماكو. نعم. كل شيء ماكو يعني لا بلديه لا شيء لا يعني بس قول لي شو وهسه للعلم عصابات وخطف الفلس. طيب الله وكيل يجون على بيوت الناس ياخذوه ورا الساعتين ثلاث ياخذون منه دفتر دفترين يروح ولي وين نروح؟ طيب ابو عمر من الموصل. اي والله شكرا. الف هلا يا ابو حياك الله.
نتمنى لك العودة سريعة إلى مدينة الموصل وشكرا لاتصالك. أبو عمر أيضا مشاهدينا لنقرأ بعض التعليقات. نقول مين نتلقاها من وزارة الصحة لو من الكهرباء لو من الموارد المائية؟ بعض المناطق تعتمد على مياه الآبار اللي هي ملوثة، يعني الواحد حتى إذا تمرض من هذه المياه وسببها الأزمة، سواء إذا كانت نلقي اللوم على الموارد المائية أو على ميناء بغداد أو على وزارة الكهرباء، فبالتالي حتى الواحد إذا تمرض راح للمستشفيات ما راح يلقي العلاج. المشكلة ليست مشكلة أزمة كهرباء وما، وإنما المشكلة أكبر، والبلد يوم عن يوم الوضعية بي تدهور يوم عن يوم. دا نشوف الخدمات دا تقل، والحمد لله بأنه الهواء مو من ضمن الخدمات، كان هم صار جدولوا علينا وسووا له جدول وقطوعات. أيضا مناشدة من مدينة من محافظة نينوى مدينة الموصل من أحد أيضا بخصوص الطلبة، يحاول البعض من خلال القرارات المرتجلة الإساءة من خلال عدم فهم ما مرت فيه محافظة نينوى من مآسي. نتمنى بأن توصلون صوتنا ومناشدتنا. يلتمس طلبة الثالث المتوسط وسادس الإعدادي في الموصل بأن تكون الامتحانات في 1/9 بداية أيلول، لأن وزارة التربية فجأة أعلنت طلبة المراحل المنتهية بشكل شفهي من خلال اجتماع على مديرية التربية بموعد الامتحان يوم 18/7، وأجلت امتحانات الجانب الأيمن من الموصل إلى إشعار آخر. هاشم السلام عليكم، أنا ناجح من جرف الصخرة قاعدين في قضاء المسيب، كهرباء ماكو، الماء ماكو. ناخذ اتصال أبو أحمد من واسط. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أبو أحمد. أخير عمر، تحياتي لك وإلى كل متابعي الشرقية. تحياتنا لك أبو أحمد. هو شنو اللي موجود بالعراق؟ نعم، مياه، كهرباء. الآن العراق أصبح للحرامية وللفاسدين على مدار 14 عام، والمواطن العراقي يعاني من الكهرباء، يعاني من المياه. طيب شنو اللي موجود بالعراق الان اللي تحكم العراق؟ عصابات مدعومه من ايران، مدعومه من السعوديه، مدعومه من بريطانيا، مدعومه من امريكا. هذه العصابات كلها، كل هذه العصابات هي اللي مسيطره على الاوضاع، كل في العراق. طيب ابو احمد، شنو موجود بالعراق؟ أبو أحمد موجود بالعراق. نعم، لنكون واضحين، أنتم عليكم كإعلام أن توصلوا رسالة المواطنين إلى كل جميع بلدان العالم. نعم أبو أحمد، احنا الدليل يعني أنت حاليا على الهواء مباشرة وتتحدث بكل حرية وبكل شفافية بدون مقاطعة. أكيد. نعم أبو أحمد. أكيد. نعم أبو أحمد، اليوم يعني المواطن يلقي اللوم على الحكومة بصورة عامة، يعني ليس فقط يعني من خلال الرسائل اللي تجينا والتعليقات عبر الفيسبوك، ليس فقط أزمة مي وكهرباء، المواطن بيقول بأنه يوم عن يوم، سنة بعد سنة، شهر بعد شهر، الأزمة قاعد تتفاقم وقاعد تزيد. حصة تموينية انقطعت، كهرباء تزيد قطوعاتها، المي لاحظ في بلاد ما بين النهرين حتى القريب عن النهر ما يقدر يحصل على مي صالح للشرب. وده يشكر بأنه الحمد لله، أحد المواطن يذكر بأنه الحمد لله بأنه الهواء مو بيد المواطن وبيد الحكومة، كان خصصوا وجدولوا ويعطونا إياه من ساعات فقط. أخي عمر. نعم أبو أحمد تفضل. أخي عمر، يعني في كل الانتخابات جميع السياسيين وهم حراميه ولصوص، الجميع يتعاركون على المناصب من اجل هذه الوزاره وهذه الوزاره، حتى موارد الوزاره تروح للحزب وليس للمواطن. طيب، وليس للشعب العراقي. اخي هؤلاء لصوص، انا اقولها لصوص على الشعب العراقي، على الشعب العراقي ان يخرج ضد هذه اللصوص، ود العمامة السوداء، ود العمامة البيضاء، ود
ضد المدني وضد العقار اللي كلهم بالدولة. هؤلاء لصوت يا أخي، لصوت لصوت. طيب. صدقني لصوت. أبو أحمد، أبو أحمد بلي. الوضع حاليا، الوضع الخدمي الامني في في واسط، يعني شلون تقيمه؟ شنو مشاكلكم انت كمواطنين؟ اخي لو تدخل مدن واسط، كل مدن واسط، مركز المحافظه، الحي، الموفقين، النعمانيه، نعم. تشاهد مدن من القرون الوسطى ما بيها كل خدمات. صدقني عليك انه تجي وتجيب كاميرتك وتشوف هاي المدن. طيب شوفه وين بالقرون الوسطى ماكو شيء، صدقني. طيب ابو احمد، عندكم احد النواب يعني من اهالي واصل في مجلس النواب او جهات معنيه في الحكومه المركزيه؟ ابو احمد، اخي هاي الحكومه اللي اجت بالعراق او بمحافظه واصل اجت على شكل قبلي، نعم، مو على شكل ديمقراطي. طيب ابو احمد، ابو احمد معك. نعم ابو احمد، برايك يعني انت تتحدث بكل صراحه وبكل جرأة عما يمر به البلد وما يعانيه المواطن، شنو الحل لخلاص المواطن مما يعانيه اليوم؟ يعني نسمع تصريحات، نسمع استجوابات، البحث عن حلول، ولكن لا يوجد اي تغيير او حل ملموس على ارض الواقع. المعاناه تزيد يوم عن يوم. ابو احمد، اول شيء اجراء انتخابات مبكره. نعم. مع صدور قرار يمنع ترشيح اي شخص من هؤلاء المجرمين اللصوص. نعم ابو احمد. وبالتالي نقدر نبني مدن. علينا ان نتجه الى المدنيين، علينا ان نتجه الى الحزب الشيوعي، علينا ان نتجه الى الاحزاب العلمانيه اللي 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 كلها وطنيه، كلها تعمل من اجل العراق. هؤلاء جاءوا باسم الدين وهم سراء، بعيد عنهم الدين، بعيد عنهم الدين. الدين ليس هكذا. الدين هو اصلاح للنفوس واصلاح للمجتمعات. نعم ابو احمد من واسط، شكرا لاتصالك، تحياتنا لك ولاهالي واسط. ابو محمد من بغداد، ابو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ابو محمد. استاذ عمر، شلون صحتك؟ حياك الله. بالنسبه للعمل البلديه، كل عمل ماكو. احنا هسه عندنا قطعه بالصله، قطعه كلش بسيطه، نعم، مكسوره بشارع 600، صار لها اسبوعين ثلاث اسابيع ذابين المكان وعاي فيها. طيب ابو محمد، نعم، يعني تذكرت بانه اي خدمات ماكو، اي دور البلديه ماكو. ماكو، هاي صار لها اسبوع. انت صار لك اياها، التراب شارع 600، شارع عريض ومحترم وحلو، مكسرين وذابين الشفلات مالتهم عافيه، صار اسبوعين. طيب يعني هم كانوا يحاولوا باعاده ترميم الشوارع او تاهيلها، لو هي اصلا مهمله. لا، صار تخسف بالشارع، تخسف بسيط، يعني لو تجيب عمال اثنين يمكن يسووه. طيب صار الاسبوع الثالث، هذا الاسبوع الثالث. يعني تخسف بسيط ثلاثة اسابيع ولم ثلاثة اسابيع صار التراب ذابينه والرمل والش اسمه المكاين مالتهم موجوده. نعم. وماكو نتيجه. طيب زين، هذا العمل سابقا ما يخلص بيوم نص ساعه. طيب ابو احمد، او عفوا. نعم. ابو محمد، لا، يعني اذا تخسف ثلاثة اسابيع، وذكرت بانه شيء بسيط وثلاث اسابيع هم ما قدروا يعالجوه، طيب شلون راح يقدرون يامنون خدمات للمواطن ومياه صالحه للشرب؟ ماكو يا مياه صالحه للشرب، ماكو تقديم خدمه، ماكو. نعم. بالعراق تقديم خدمه كلش ضئيله. اصلا هو هذا المي اللي بدي اقول عليه انت، مي شرب، مو مي شرب، ماكو مي شرب بالعراق. نعم. ماكو مي شرب، هذا المي اصلا كله جراثيم. طيب. ومقربات وما حد يقدر يشرب منه. ابو محمد، وين المشكله؟ يعني في فيما مضى ايضا المواطن كان يعاني من خدمات، يعاني من ارتفاع منسوب المياه مع اقل موجه مطر في فصل الشتاء، وبالتالي تم تبديل امين بغداد بامين او بامين اخر، وما زالت المشكله، مشاكل متواجده لم تقل بل زادت سوءا. مواطن نفس معاناته ما تغيرت. اين هي، وين المشكله بالضبط؟ استاذ عمر، المشكله بالدوائر البلديه.
نعم. المشكله بدار البلديه، دار البلديه من مدير بلديه يصير عنده تخسف، يصير عنده مثلا فيضان، يصير عنده انسداد بالمجاري، من يوقف هو ويجي العمار راسا يخلصوها، يخلصون الشغله. اذا هم شغله بسيطه يطولون بها شهر وشهرين، هذا مو صحيح، مو عمل. نعم. هذا ماكو عمل، يعني ماكو انتاج، انتاج ماكو. شغله بالبلديه يطلعون عليها شارع محترم، شارع نظيف، كل العالم ترغب المنطقه، منطقه 600، زين شنو هاي ذنب هالعالم اذا بين التراب بالشارع والمكان مالتهم بالشارع؟ ليش؟ نعم. شنو السبب؟ يعني شنو اللي ياخذون المده في سبيل يقولون صرفنا اكثر؟ لا، هي لعلمك بخطه مال اسمنت، شو اسمه اسمنت وكيرم وكي حصص يسووها. طيب يعني بالتالي راح يدفع المواطن تواصل. ابو محمد، يعني المواطن راح يضطر في الايام القادمه اذا كان هناك خلل او تكسر، راح يقوم هو يصلح هذا الخلل او يصلح هذا التكسر، لان الامانه عاجزه عن اصلاحها بوقت قياسي. لا طبعا، اذا طبعا هو ذاك اليوم سابقا اكو تخسف يم الكوخ. نعم. صار تخسف يم الكوخ. جت بوقتها ست عائشه المساري عضوة البرلمان شافته وجو يصلحه. اكو تخسف ثاني هنا كلش بسيط. يعني اصلا والله شغله يوم ينتهي. ساعات صار لهم اسبوعين ليش؟ نعم. اي وحده. ابو محمد من بغداد، شكرا لاتصالك. ابراهيم يقول اني منتسب في الحشد العشاري منذ 3 سنوات ولم نستلم اي رواتب، ودوامنا في قضاء الرطبه يوميه هجوم علينا ونقول لهم بوين الرواتب، بس يقولون ان شاء الله ان شاء الله خير، وكل كذب بكذب، ونطالب السيد الدكتور حيدر العبادي يشوف لنا صوره حال. ناخذ اتصال اخر. علاء من ابو تشير. علاء. السلام عليكم اخوي العزيز. السلام، حياك الله علاء. شلونك؟ اخوي. نعم. احنا شغله المي اول شيء والكهرباء ثاني شيء، المي والله يوميه للسبعه الصبح قاعد نسهر حتى للشغل واحنا كسبه، لا موظفين. نعم. ولا هاي، للصبح للسبعه ننتظر المي، يجينا نص ساعه ربع ساعه وانقطع. طيب. وهو المي اصلا ما يعني غير صالح للشرب، نشتري دبات نريدها بس للغسل للمبردات، هاي وحده. زين. يعني احنا ايش وقت نلحق نشتغل؟ ايش وقت نلحق نطلع نجيب لقمه جهالنا؟ ايش وقت هاي الحكومه تعطينا مي عاد من الشط؟ رجعوا التانكيات مال صدام مال باب الشرجي، رجعوا لنا التانكيات والغوا المطارات، هم توفر لكم كهرباء وهم ترجع التانكيات تدفع للبيوت وتدفع للعماير وكل شيء ينتهي، هاي وحده. الكهرباء والله 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 وانا صايم واحلف بالقران، الكهرباء خليس حيدر العبادي موظفين الفاسدين، الكهرباء يجيون ياخذون الموظفين فلوس كل راس شهر، قبل راس شهر بيومين، قبل راس شهر بيومين بثلاث ايام ياخذون من كل مولده ثلاث ورقات. نعم. 300 دولار 300 دولار يطفون علينا، يشتغلون لحد يوم ثلاثه بالشهر اربعه بالشهر، يطفون علينا من المغرب لحد الساعه بالتسعه يبدي يطفي الوطنيه، ماكو وطنيه، هي اصلا وطنيه ماكو، بس حاف اكو وطنيه وماكو شويه يخلي حتى بالمولده تنجبر. نعم. تروح تطير فلوس. طيب. هذا الفساد مالتهم، لا كهرباء، لا مي، لا صحه، كل شيء ماكو، لا تبليط، هجموا البلد، دمرونا، والله ما اعرف شو اقول، بذمه من؟ برقبه من؟ من جابهم علينا؟ ما اعرف. طيب علاء، ذكرت بانه النص ساعه يجيكم المي باليوم الواحد. طيب شلون تحصل على المي؟ يعني ذكرت انه المي صالح للشرب تشتريه من المحلة التجاريه. والله من المحلات دبات. طيب. هاي زرق. يعني تعتمد فقط على المي اللي تشتريه من المحلة التجاريه؟ هذا المي وهاي نقعد ننتظر الليل كله قاعدين. نعم. يعني قاعد والمره قاعده وللصبح يا اهلي يحصل فجوه على المي، يلحق والمي يلحق يظل بدون مي. نعم. علاء من ابو تشير، شكرا. اشكرك. حياك الله لاتصالك. نازح ايضا، احد النازحين في قضاء المسيب، يقول ماكو مي ماكو كهرباء، يجي قليل يجي المي، نطالب حكومه تسوي لنا حل، وهي حكومه فاشله ما تسوي اي حل. ايضا سمر تقول الكهرباء كلش مو زينه في محافظه ذي قارده. مشاهدينا الى هنا نهايه البرنامج، نشكر لكم طيب المتابعه، الى اللقاء.